السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عرض الجنان بتاع شركة شمس لخدمات الكمبيوتر. النهاردة أكبر تشكيلة من أجهزة الجيمنج هتلاقيها عندنا إن شاء الله. النهاردة عرض جديد من شركة شمس لخدمات الكمبيوتر على جهازين جيمنج. الجهاز الأول الأسوس الجي 504، الجي 504 الكور اي 7 الجيل الثامن، الـ 8850H برامات 16 جيجا، هارد 256 اس اس دي، بيبقى معاه هارد 1 تيرا تاني معاه، بيبقى هاردين، هارد 256 اس اس دي وبيبقى هارد 1 تيرا. طبعا اجهزه استيراد فرز اول، اجهزه جيمنج جماعه ار جي بي، اجهزه جيمنج استيراد 15 و6، طبعا فول اتش دي. كارت الشاشه بتاعها العملاق جي تي اكس ال1060 6 جيجا وبيعلى مع الرامات زي ما انتم عارفين. اجهزه طبعا جيمنج استيراد فرز اول زي ما انتم شايفين. نعيد تاني مواصفاته، الكور اي 7 الجيل الثامن برامات 16، هارد 256 اس اس دي، بيبقى معاه هارد 1 تيرا تاني. كارت الفيديو بتاعه بيبقى ال1060 ال 6 جيجا، تمام. اجهزه طبعا استيراد فرز اول وحاله زيرو زي ما انتم شايفين. العرض الثاني من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر على الاسوس الاف اكس 505، الاف اكس 505 الكور اي 7 برضو الجيل الثامن، ال8850H برامات 16 جيجا، هارد 128 اس اس دي، بيبقى معاه هارد 1 تيرا ساد. كارت الفيجا بتاعه العملاق جي تي اكس ال1050 بيبقى 4 جيجا، طبعا دي رام 5 وبيعلى مع رامات زي ما انتم عارفين. طبعا كيبورد برضو مضيئه حمراء. اجهزه 15 و6 جيمنج استيراد فرز اول زي ما انتم شايفين. وعرض خاص من شركة شمس لخدمات الكمبيوتر على الاسوس الـ FX 505 سعره 20,000 جنيه، وعلى الاسوس الـ G 504 سعره 24,000 جنيه فترة محدودة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.